الطفل المصاب بداء التوحد يحب التشارجر. والده نخى أصحاب التشارجرات يريد مشوار لابنه أحمد، وباع هاي النخوة العراقية اجت 20 شارجر. هنالك شعب قلب على قلب. النخوة العراقية واضحة. قصة الحقيقة صارت ترند على وسائل التواصل الاجتماعي، قصة كانت بها النخوة العراقية واضحة. الطفل أحمد هذا الطفل اللي يحب سيارات التشارجر، اللي قام والده بالمناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يطلب سيارة تشارجر يطلع بها ابنه فرة أو مشوار. لذلك كان هنالك عدد كبير من السيارات، راح نعرف هذا العدد مثل ما كان في قرب بيت أحمد حتى يفروا. هذه الحادثة بصراحة الجميع كل اللي شافها حس بالنخوة العراقية، حس بهذه الألفة اللي موجودة بيناتنا اليوم. كل اللي يتم الحديث عنه عن وجود مشاكل في العراق اجتماعية، أبدا، هنالك شعب قلب على قلب. وبصراحة نتباهى احنا بمثل هذه الأحداث واللي وصل لترند مالها حتى عربيا يعني، واتصلوا هواية ناس يستفسرون شنو القصة وشلون هالعدد السيارات انجمع. لذلك احنا ويانا اليوم بالاستوديو الطفل احمد ووالدته، اهلا وسهلا بكم. وايضا ويانا الاستاذ كرار القريشي ايضا من فريق رينجر العراق، واللي تم من خلالها يعني تلبية طلب احمد. احنا طبعا عدينا فد مقطع يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي شفته، ولكن راح ناخذه حتى نشوف شلون بدت القصة. خلونا نشوف. دوس بعد. فريق رينجر العراق بزيارة كلش إنسانية، والحمد لله والشكر الله وفقنا على هذا الشيء. طفل ناشد والده، طفل مصاب بداء التوحد يحب التشارجر. والده نخى أصحاب التشارجرات يريد مشوار لابنه أحمد، وباع هاي النخوة العراقية اجت 20 شارجر. اذا كفو والله من فريق رينجر العراق وكل شبابنا اللي دائما يعني جاهزين بهيك مبادرات. بدايه راح نسال ام احمد الحاله الصحيه لاحمد، الحاله الطبيه، بلكي نقدر نقدم شيء اليوم من خلال برنامج لوكيشن. والله بصراحه هو احمد بالبدايه كان يعني اول ما ولد نام خدج، وراها يعني صار طبيعي ما بي شيء. نعم. ورا 3 اشهر هيك شيء اجت شلون الشمره. نعم. بس هم سموها الاطباء ومضى، وديتها لاكثر من طبيب ما يعني صار زين، وديتها الطبيب واحد معين في الطاعة علاج صار زين عليها. نعم. استمريت على هذا الطبيب 3 سنين ونص. هذا صار الطبيب يعطيني أدوية غلط. نعم. أنت عندك تقارير طبية بخصوص موضوعها؟ عندي. من ولادتها إلى أن جت هاي الحالة؟ عندي.
موجودة عندك تقارير طبية؟ عندي موجودة تقارير طبية. طيب خلينا نحكي عن الحالة اللي صارت اليوم، شلون تم يعني الشيء عفوي كان ولا مدروس من طلبته موضوع تشارجر والدة من طلب؟ موضوع الجارجر والله هو يطلع بالتليفون ويبكي عليها يعني الجارجر يعني يأشر عليها خاصة الحمراء والبيضة كلش يحب الحمراء والبيضة يأشر عليها ويبكي يعني من يشوف جارجر بالشارع يخلي كرسي قدام السيارة يقعد قدامها هي بالذات يعني يعرفها هي بالذات وإذا شافت تمشي بالشارع يسوي لها باي يسوي لها ويقول كلمة باي يسوي لها باي هو يعني هو أصلا ما يحكي نعم إحنا كنا نتمنى أنه الطفل شوي يتفاعل بس لا ما صعب الكلام ف يعني كنا نتمنى أنه نحكي وياه هو يعني مش شلون صارت أنه نزلوا على وسائل التواصل الاجتماعي والدة هذا الفيديو والدة هو كان يبكي على الجارجر فوالدة صورها ونزلها هنا عندك الاخ يعني اول ما نزلها عليهم خلال ثواني يعني مو دقائق ثواني متوقعين كنتوا انتم هذا رد الفعل والله يعني ما متصورين نعم ما متصور ثواني يعني ثواني ماكو دقائق ثواني الاخ الجروب مالته كله نشر قالوا له هسه نجي كان والده عنده دوام قال لهم على باكر قالوا له ابد هسه نجي قال لهم والله على باكر وفعلا يعني اجوا بالمكان الاحمد بكي بي على جارجر اجوا هم بي وسووا له استعراض كامل صعدوا بسيارة سيارة انطوا البصمات كلها فروا المنطقة كلها يومين هم خطأ يفتروني اياه وما تعرفون يمكن احد معرفة مباشرة ماكو فد علاقة يعني ناس ما تعرفوهم جو ابد ابد ولا نعرف اي واحد من عندهم ابد هم يعني على النشارة ابوه هم يجوا نعم ننتقل الى كرار كرار يعني هاي المبادرة منكم رائعة واحنا يعني ما اعرف نعتبره هذا فد انجاز حلو انه ساعدتوا طفل انتم يمكن ما متوقعين انه يصير في التسليط اعلامي عليه او يصير على الموضوع ترند بالعراق لكن انتم اديتوا يمكن من غيرتكم على الموضوع شلون استقبلتوا اول شيء الدعوه وشلون رتبتوا الترتيبات وجيتوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الحمد لله وشكر الله اللي وفقنا على هذا الموضوع طبعا كان موضوع عفوي نعم شفت المنشور مال ابو احمد نعم يعني طبيعي أنا كنموذج شاب عراقي يعني مثل باقي الشباب كنا غيرة العراقيين طبعا يعني مليانين غيرة نعم أنا وغيري وغيري طبعا مو بس أنا أنا ككابتن الفريق طبعا مع احتراماتي وأوجه تحياتي لمدير الفريق فريق رينجر العراق سيد حسين العوادي وكافة الأعضاء والكباتن تحية طيبة لهم خلال ساعتين طبعا أدنى جروب خاص ماسنجر على الفيسبوك فقلت لهم شباب خلال ساعتين هذا الطفل لازم اليوم نروح له زين هي الاعداد اختلفت بصراحه ناس تقول 20 ناس ايش قد العدد لا وصل حقيقه يعني 20 سياره خلال ساعتين بس نعم. لو مطول الوقت اكثر لا كان صار يعني وصل العدد عبر ال 300 لا 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 ما ماكو هيك كلام نعم. يعني هوايه نعم. نشرت وسائل تواصل اجتماعي وقنوات فضائيه نعم. لكن عاري عن الصحه واصلا احنا خلينا نرجع نعم. بهذا الموضوع لكن ويانا عبر الهاتف الدكتوره ربا فلاح عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة حتى نعرض موضوع الطفل أحمد عليها ومثل النخوة اللي صارت الشباب اليوم اللي قاموا بها أيضا هنالك نخوة أيضا أكيد من وزارة الصحة لمساعدة هذا الطفل دكتورة ربا السلام عليكم عليكم السلام وشكرا للاستضافة وتحية طيبة لكم ولكل المتابعين والمشاهدين الكرام نعم دكتورة دكتورة اليوم أكيد شفتي أنت بوسائل التواصل الاجتماعي موضوع الطفل أحمد اللي هو ما أعرف أهله يقولون مصاب بالتوحد أو ما أعرف يعني التفاصيل أكثر لكن ريد وزارة الصحة اليوم شلون ممكن تساعد أحمد إحنا مثل ما كانت النخوة موجودة عند الشباب أكيد أنتم أيضا وزارة الصحة ممكن تقدمون شيء لهذا الطفل يا ريت هذا الطفل نحاول نلقي له علاج ونوصله إلى جهة عالجة من خلال وزارة الصحة داخل القطر أو خارج القطر نعم يعني أكيد أبواب الوزارة مفتوحة لأي مواطن أو مواطنة تحتاج أو يحتاج خدمة أو استشارة طبية بالتأكيد نعم. وزارة الصحة مفتوحة أبواب للجميع وإذا كان الموضوع طبعا يعني دي تشخيص طبي أو تقارير طبية وعلمية تثبت حالة المريض عند مرض معين بالتأكيد عندنا لجان استشارية يتم عرضها على هذه اللجان المختصة وبالتأكيد يتابع الموضوع وإذا في حال إنه علاج يعني داخل العراق بالتأكيد راح يتم معالجته ومتابعة حالته نعم. وإذا كان تتطلب يعني حالته للسفر خارج العراق بالتأكيد أيضا هذه
بعد متابعه اللجان الاستشاريه، وهي بالتاكيد راح تتابع حالته وتشوفه وتقدم اي خدمه طبيه يحتاجها سواء المريض هذا او حتى المرضى الاخرين. نعم، احنا طبعا نتمنى فعلا انه تقدموا له اليوم المساعده للطفل احمد ولعائلته. ممكن أن يكون هنالك موعد لزيارتكم حتى نرتبه مثلا بعد الهواء بعد البرنامج، حتى يزوركم العائلة معهم الطفل والتقارير الطبية لتطلعون عليها، وقدر الإمكان نريد نقدم فشي أيضا يفرح هذه العائلة وهذا الطفل، عسى أنه يكون إلى علاج وأنتم تكونون يعني أصحاب الخطوة الأولى بهذا الموضوع. نعم، يعني أكيد اترك رقم الهاتف بالذوي الطفل انه بالكنترول، وان شاء الله احنا راح نتابع الموضوع ونحدد له موعد لشؤون المواطنين، اللي هذا بالتاكيد راح يتحول على اللجان الاستشاريه ويتم متابعته وتكون ان شاء الله استجابه فوريه. شكرا لك دكتوره، هذا عشمنا بكم دكتوره ربا فلاح عضو الفريق الطبي والاعلامي في وزاره الصحه، شكرا لوجودك معنا عبر الهاتف. نرجع الى ام احمد، الحاله الطبيه حسب ما شفته ممكن علاجها؟ والله انا وديته لهواي اطباء العراق، تقريبا نعم. كل اطباء العراق وديته، حتى حاله نفسيه وديته. يقولوا لي ماكو يعني علاج الا خارج العراق. نعم. علاجه الا خارج، هو عنده خلو براحته. ايه؟ تلف بالدماغ. يعني الدواء الغلط اللي طوه اياه بالبدايه نعم. صار عنده تلف بالدماغ، تلف عند الدماغ. احنا نتمنى الحقيقه انه نلقي علاج وان يكون هنالك يعني حل للطفل احمد، مثل ما الكل في زعول اليوم، نتمنى ايضا انه وزاره الصحه او اي منظمات انسانيه اي منظمات مختصه بموضوع العلاج وعلاج الاطفال انه تتبنى موضوع هذا الطفل اللي هو الحقيقه جمع اليوم جمع الشباب العراقي وجمع النخوة العراقية. راح نرجع لك كرار، كرار اليوم هذه القصة اللي صارت وياكم تحدثت لي انه تجمعتوا بسرعة، دائما عندكم هاي المبادرات مثلا، شلون يعني شلون انتم اخذتوه من جانب انساني؟ شنو اللي خلاكم الدافع اللي اخذكم انه تروحون تتركون شغلكم التزاماتكم وتتجمعون؟ يعني دائما ما تكون مناشدات عوائل فقيرة دائما ما نجمع لهم سلات غذائيه، عدا انه اكو حالات انسانيه ما نحب يعني نتكلم بها، بس نعم. الحمد لله والشكر مو بس هذه، وطبعا مو بس فريقنا، باقي الفرق سيارات الرياضيه كلهم يبادرون بهذا الموضوع، وانا من خلال هذا المنبر نعم. من خلال برنامجكم استاذ مازن احب اوجه مناشده او طلب نعم. طلب ابوي نعم. الى مديريه المرور العامه. اي هنا جينا جينا الى طلايبكم جهه الشارجرات، صوت عالي ها نعم. سياراتكم نعم. شنو الطلب خلينا نسمع؟ طبعا كل الفرق السيارات الرياضيه ضد الضوضاء والدوسه بالمكان الغير المناسب، يعني الدوسه نعم. اللي هي سباق السيارات نعم. او التفحيط بالمكان الغير مناسب، يعني طبعا عندنا مكان يعني مناسب للدريفت او هو التفحيط، نادي بلاد الرافدين، يعني اوجه تحيه للاستاذ فاروق معاون مدير النادي نعم. طبعا عندنا مكانات مخصصه لهذا نعم. انا اللي اعرفه والله يعني مديريه المرور العامه متعاونه ويا هذه الفرق دائما وهذه التجمعات يعني نعم. اللي شايفه يعني مع مدير المرور العام والعميد حيدر اعلام المديريه دائما اكو تعاون واكو تنسيق بيناتكم. اكيد النقطه اللي تحب انه تناشد بها شنو أكيد الموضوع؟ اكيد يعني مديريه المرور العامه يعني طبعا ما مقصره بهذا الموضوع، ودائما ما نناشدهم ويلبون يعني طلبنا. موضوع الاكزوز او الهيدرز او الدبه يعني مال الصوت اللي يطلعها سياره، هذه سياره يعني في 8 يعني 8 سلندر تنفس نعم. يعني المحرك يحتاج يعني هواء خروج يعني نعم. للعادم يعني بحيث يطلع هذا الصوت نعم. فيعني اكثر السيارات ستاندر يعني ستوك يعني جاي هي انت تريد انه مثلا يتغاضون عن هذا الموضوع اي نعم نعم عدا الحالات الضوضاء يعني طبعا نعم. يعني كل الفرق يعني هذه وشباب من الاصحاب ومن نتمنى السيارات انه الرياضية. نتمنى انه من نعم. يعني العميد حيدر انه يطلع على هذا الموضوع، وبنفس الوقت نتمنى من شبابنا انه يكونون على قدر جي. المسؤوليه اللي راكبين هذه السيارات بانه ما يخلقون ضوضاء، مثل ما قدمتوا نعم. شيء اليوم للطفل احمد، واحنا كان كلنا اشاده به وكل الشعب العراقي كل الناس اللي يعني شافت هذه المنشورات كانت فرحانه، فبنفس الوقت خلونا ايضا نكون على قدر المسؤوليه في موضوع الحفاظ على الذوق العام ويعني عدم الازعاج في استخدام هذه الضوضاء، وانا متاكد انه انتم يعني شباب راقي ومتفهم، كذلك مديريه المرور العامه يعني هم عينكم على الشباب جماعه الشارجرات اليوم موقفهم كان حلو. نرجع ام احمد،
اليوم احنا راح نوصلكم مع وزارة الصحة الدكتورة ربا، فنتمنى انه تكون معاكم التقارير الطبية، معاكم كل التفاصيل اللي من خلالها نقدر ننقل موضوع الطفل احمد، وان شاء الله نقدر نعالج شيء ونقدر نسوي شيء، ويمكن نستضيفكم في وقت اخر من يكون احمد وضعه افضل ان شاء الله. طيب احنا اليوم شلون شفتي ردود الافعال من العائله من الاهل بخصوص موضوع احمد؟ يعني وهو انتشر بهالسرعه في وسائل التواصل. اي والله هو انتشر كل شيء بسرعه، يعني كل شيء بسرعه، يعني كنا احنا فرحنا انتم خاصه من اتصلتوا علينا، كل شيء فرحنا، يعني قلنا بركه الله، يعني واحد السر الى حال خطيه، بس احنا نتمنى ان يتكلم. خطيه عمره 10 سنين. اي مدرسه حكوميه هسه اروح لها صف خاص، افتريت احنا بيتنا بالمشتل، افتريت مدارس المشتل كلها، اقول لهم بس قاعدوا لي صف خاص كلها متقبل. زين راجعتي بي اكو هاي المدارس معاهد اللي مختصه سجلت بموضوع سجلته سجلته كذا سنه كذا سنه ما شفت فائده. يمكن الموضوع هو تاخر بالنطق فقط، لو ايضا موضوع تصرفات كل شيء موضوع كل شيء هو كل التم عليه خطيه. كله يعني هسه التقارير مالته عنده تلف بالدماغ، شلل دماغي، توحد، اضطرابات سلوكيه، حاله نفسيه. الموضوع ولادي؟ لا، من اجى هو عمره 3 اشهر هيك طه دواء غلط. طه دواء غلط، طه دواء مال صرع لحد عمره 10 سنين. هو لحد عمره 10 سنين ياخذ دواء مال صرع، هو ما عنده صرع اصلا، هو ما عنده شمره. اقول لهم يابا ما عنده شمره. الاطباء ما يعرفوا. اذا احنا نتمنى من الدكتوره ربا والشباب يبلغوني انه هي اخذت رقم العائله حاليا واحنا نتحدث، وابدوا الاهتمام الكبير من قبل الوزاره بهذا الموضوع، وايضا راح يكون هنالك موعد للقاء العائله والطفل احمد بوزارة الصحة، عسى أن يكون هنالك علاج. فنتمنى أيضا من أم أحمد تكون جاهزة بكل هذه التفاصيل. شكرا أيضا للدكتورة ربا، والشكر أيضا لأم أحمد والطفل أحمد اللي ويانا اليوم بالاستوديو، وأيضا كرار القريشي فريق رينجر العراق، شرفتونا اليوم. شكرا لكم. أنت شرفت.